لا جملة واحدة مفهومة يستطيع نطقها الأسير بدر دحلان الذي أفرجت السلطات الإسرائيلية عنه مؤخراً في قطاع غزة. لا إجابة واحدة تكتمل لديه عن أسئلة الصحفيين عما اختبره في المعتقلات. ضربوني بالسجن 3 مرات بالصباط ما طلعش فوق، عرفتش كيف يعني هاي ما اقدرش اصف الحكي. ضربوك عينك على راسك ولا شيء؟ قالوا ضمن راسه ولا تموني في عيني ما خلونيش اشوف. بعينين جاحظتين وكلمات مبعثرة يروي بدر مشاهد متفرقة عن أسابيع في الأسر لا يفهم منها سوى الضرب والتعذيب اللذين بدت آثارهما واضحة على يديه وجسده، عدا عن آثار نفسية وصدمة بدت واضحة في صوته وحركاته اللا إرادية. كان دم الجسم يعني بعرفوش. مشاهد رواها أسرى آخرون في غزة ممن أفرج عنهم قبل أيام، منهم من اعتقل منذ أشهر الحرب الأولى أثناء رحلات النزوح، بعضهم من روى تفاصيل الإذلال كشرب المياه العادمة والإجبار على التعري في البرد القارس. أقسم بالله مي مالها مي مجال يشربونها. آخرون منهم رووا أيضاً كيف مات أسرى أمامهم تحت التعذيب الإسرائيلي. هو في راسه والله استشهد في حضني